راه كلهم داير لهم سورجي. شوف شوف كلهم سورجين. مي انا غليظه البلاد وهانتوما راه ما كتبان لا كرش لا صدر لا حتى شي حاجه زعما صراحه. صباح الخير صباح النور الكويدات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا كيف ما بان لكم في الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اكثر حاجه كنتو كطلبوني عليها في القناه. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المحل ديال العبايات اللي عنده شي حاجه اللي واعره. كنشاركته معكم واحد عامين دابا باش كنشاركته معكم الا كنتو عقلتوا عليه. عبايه ستايل اليوم ان شاء الله جايب كوليكسيون جديده ودير دي بروموسيون اللي زوينين. فخليكم معايا في هذا الفيديو هذا من الاول حتى اخر. غادي نشارك معكم ان شاء الله كاع لي موديل اللي عنده. غادي نقيس لكم موديلات غتشوفوهم في اللبسه كيفاش دايرين، وكذلك اكيد غادي نشارك معكم حتى الاثمنه. وما نسيتش البنات راني صورت لكم لوكاليزاسيون ان شاء الله. شوفوا تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، اكيد غادي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. وبغيتكم كاملين تستافدوا من لا بروموسيون اللي كاينه اللي فقط غتبقى هذا الاسبوع هذا، وان شاء الله غادي تعاود ترجع لا برومو اللي كانت في الاول. فخليكم معايا وما تنساوش ليا لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم بزواج. ونقول لكم ان شاء الله بالنسبه للفيديو ديال البيجامات راه ما نسيتكمش البنات، غير السيد مازال ما قبلش لي انني نصور ليه المحل. كما قلت لكم المهم نخليو لي ديطاي حتى من بعد ان شاء الله ونهضر معكم فيها. المهم خليكم في الفيديو ديال هذه السيمانه هذه ان شاء الله، كاينين شي حوايج اللي واعرين واعرين بزاف، ما تفلتوا حتى شي فيديو هذا الاسبوع. بالنسبه لعنوان محل عبايه ستايل كيف ما كتشوفوا غادي نوريكم جوج ديال الدخلات. الدخله الاولى غنشارك معكم هي اللي كاينه من الباب 6 كيف ما كتشوفوا، هذا هو الباب الصغير ديال الباب 6 كتمشيو النيشان على طول حتى كتوصلوا للباب التحتاني ديال الجناح الجديد كيف ما كتشوفوا. غندخل مع هذا القوس هذا وغادي ندخل مع هذا الباب الثاني كيف ما كتشوفوا، غادي نبقى غاده طواله معاه ما غادي ندور لا هكذا لا هكذا حتى نوصل الجناح الجديد كيف ما كتشوفوا. غير غادي تهبطوا من الدريجات، ها انتم راه كاينين العطاره هنايا ومالي المسمن، كتهبطوا من الدريجات وكتدوروا على اليسار. اول محل على يديكم هو محل ديال العبايه ستايل. دابا غنشارك معكم الباب الثاني من الجهه ديال سيدي يوسف كيف ما كتشوفوا، هنا فين كانوا الطاكسيات ديال انزكان. هذا الباب رقم جوج اللي كان رقم جوج دابا حاليا تسمى باب تارودان كيف ما كتشوفوا، حتى هو كدوزو منه هانتوما هذا باب تارودان كتدخلوا من الباب كيف ما كتشوفوا بحال الا غادي للسوق ديال الدجاج. كتكملوا نيشان نفس المحل اللي كنشاركت زعما نفس الطريق اللي كنشاركت معكم ديال المحل ديال السيده اللي كدير المخاور. هانتوما كتهبطوا مع الدريجات وكتبقاو غاديين نيشان مع اول زنقه هنايا، واخر محل في الزنقه هو المحل اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله. غتشوفوا عبايات اللي رائعين باثمنه جد مناسبه حبيباتي، وكذلك نبغي اي واحد جا عنده يقول لي راه جينا من طرف غزاله باش ينقص ليهم باش ينقص لكم شويه في الثمن. وبغيت نشكر السيد مول المحل حسن اللي تواصل معايا، وكذلك بغيت نشكر الاخ عبد الرحيم، وكذلك حتى الولد اللي كاين معاه صراحه التعامل ديالهم راقي البنات والله العظيم تعاملهم زوين بزاف كيف ما كتشوفوا. راه صورت معكم هنا المحل من الجهه ديال باب 6 وكذلك حتى من الجهه ديال الباب 2، كنتمنى يكون واضح لكم مزيان البنات. الى وصلتوا لهنا ما تنساوش ليا لايك واشتراك في القناه باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم. دابا غادي نبدا لكم اولا بالحوايج اللي دايرين فيهم بروموسيون اللي غادي يديروا فيهم ليكيداسيون، هما ماشي قدام ولكن غير الموديل تيكون فيه بقات حبه حبه. فغادي نشارك معكم غير شويه منهم، راه حتى هما عندهم واحد الجناح هكذا ديال اثمنه اللي كيكونوا هكذا ناقصين.
اللي تقريبا دايرين 170 درهم، وكاينين العبايات ديال 250 درهم، واغلى حاجه عندهم ديال 300 درهم. كاين عندهم كذلك حتى العبايات ديال 270 درهم، ولكن الثوب والكاليتي والخياطه بلا ما نهضرش لكم عليها، حيت اكيد غادي تجيو ان شاء الله وغادي تشوفوا كل شيء بعويناتكم. المهم البنات غادي نبدا لكم بهادو اللي دايرين لهم اللي دايرين فيهم صول دابا. شوفوا لي هادو البنات ثمنهم 170 درهم كلهم، شوفوا الثوب كيفاش كيجي. غادي نوريكم موديلات وحدين اخرين فيهم، راه كلهم هكذا كيجوا اوفر سايز من التحت، راه غير طي صغيره. شوف ما شاء الله قداش، وهذه بانت لي في هذه اصغر طي. شوفوا البنات انتما اصغر طي، شوفوا قداش راه لتحت، ها هو شوفوا تبارك الله ما شاء الله. وهذه الموديل ديالها راه كيجي هنا فيه السنيسله، ولتحت كيجي هكذا مسدود بهذه البليه هذه. شوفوا كيفاش كيجي. بالنسبه للولاد غادي نشاركهم معكم حتى هما، حتى هما متوفرين. هذا الموديل هذا كيجي هكذا مسدود في اليدين، وكيجي هكذا طويل كله هنا مسدود، والفوق فيه السنيسله. غندوز دابا نوريكم الموديلات الاخرين، هما غيوريهم لينا. هانتوما واحد الموديل اخر بالنسبه للناس اللي ما تيبغوش هكذا محلولين، هذا راه كيجي كله مجموع من الطوق ديالو. وبالنسبه لليدين كيجيو هكذا لارج، وتا هما فيهم السداده هنا بهذا البوطون هادي، ولتحت راه كله كنقول لكم راه كيجي الثوب لارج، وحتى الثوب كيكون هكذا طايح. شوفوا لا فينيسيون ديالها كيفاش دايره، راه ماشي خياطه سواقيه. كنقرب لكم باش تشوفوا لا فينيسيون ديالها كيفاش دايره. وبالنسبه للفولارات البنات هما غادي نوريهم لكم، راه حتى هما متوفرين. بالنسبه للناس اللي كيديروا الحجاب راه كاينين عندهم، وخلاص كاينين حتى دوك الفولارات التركيه غادي نوريهم لكم حتى هما. شوفوا هذا الموديل حتى هو كيفاش كيجي، هذا كيجي سامبل من اليدين. رانا تنوريكم الخياطه باش تشوفوا لا فينيسيون ديالها، ماشي شي حاجه اللي سواقيه. وكيجيو هاد البليات هنا في الجناب، خاصه الناس اللي ما تيبغيوش شي حاجه اللي كتكون لاصقه عليهم. ها نتوما تم لتحت، راه ما تنهضرش عليه باقي حيت اصلا كلهم لارج من التحت. وهذا الموديل كيكون فيه هنايا حتى هو السلسله، شفتوا كيفاش كيجي، كيجي بالبليات هنايا، وحتى في الدار كتجي هكذا سامبل. ها نتوما كاين هذا الموديل هذا، شوفوا كيجي الكم ديالو غاكلون، كيجي هذا في القطعه كيجي طايح، هذا ما تيكونش فيه الكتاف. حتى بالنسبه للناس اللي كيبغيو هذا السلسله حتى لتحت، شي حاجه خفيفه دغيا كتحل عمليه. شوفوا الموديلات كاملين اللي وريتكم دابا راه كلهم متوفرين في اللوينات، اي لون بغيتو راكم كتلقاوه هنايا، غير قولوا للولد راه زعما الموديل اللي بغيتو. وبالنسبه لي سياج راه عندهم جوج ديال لي كابين باش تقيسوا على خاطركم، كاين المرايا كاين الدراري تيعطوكم اي حاجه بغيتوها في المحل. مهم غنبدا لكم دابا بالنوفيل كوليكسيون اللي دخلات. كاين بزاف ديال الموديلات، غنوريكم شويه شويه من كل شيء، وغادي نقيس لكم حتى انا بعض الموديلات باش تشوفوهم في اللبسه كيفاش كيجيو. حيت صراحه هكذا فاش كتشوفوهم هكذا محطوطين ماشي كيف هما زعما مقيسين، عاد غادي تشوفوهم كيفاش جايرين، وغادي تشوفوا حتى بالنسبه للناس الغلاظ غادي تلقاو لي طاي ديالكم ان شاء الله هنايا. غنحاول نصور لكم كل موديل بوحدو باش تاخذوا فكره عليه. واحسن موديل حمقني في المحل هو هذا، كيجي بهاد البليه هنا راه كيجي كله مسدود، وفي اليدين ديالو كيجيو هكذا بومبي، وفيهم لاستيك هنا في اليدين. كاين هذا الموديل هذا يا عبد الرحيم في جوج شكيلات، كاينين سامبل. انتما اللي بغى سامبل غادي نوريه لكم حتى هو، انتما نفس الموديل ولكن في اليدين كيكون هذا الاختلاف. هذا الناس اللي ما تيبغوش اليدين مجموعين، راه كاين هذا الشكل وكاين هذا. البنات شوفوا لي هذا اللون كيحمق، اقسم بالله البنات عرفتي مباشره كيبانوا احسن 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 من التصوير. شوفوا وكلهم اللي هادو راه قلت لكم السيد اللي ما يخيطهم، ماشي هادو راه ماشي سواقيين، هو اللي كيخيطهم، راه السيد اللي قلت لكم هو اللي تيخيط. شوفوا ما شاء الله. المهم شوفوا لي هذا الجديد حتى هو، شوفوا ما شاء الله، راه كنقول لكم التصوير ما تيعطيش الحق ديال كل حاجه. شوفوا هاد الديتاي اللي كاين هنايا واعرين هادو، شفتو فيهم هاد البليات، شي حاجه لي اوني ما غاديش تلقاوها في السوق. هاد الموديلات راه قلت لكم ديالهم، راه ماشي شي حاجه لي مطليه. شوفو كتجي هاد البليه هنا، وراه هادو مسدودين، وفي اليدين تا هما راه قلت لكم كيجيو بحال هاد الموديل. دابا في الانستغرام دابا هاد الموديل هذا كاينين في اليدين عاديين تاني. لا هاد الموديل كامل مداخل هكا، ها نتوما البنات هذا ما فيهش اليدين العاديين، غير باش تاخذوا فكره في هاد البليات هنا وفي هادو هنا، يعني يقدروا. ها نتوما البنات يعني الا الموديل مثلا ما عجبكمش اليدين ديالو ولا شي حاجه، راه كاين موديل فيه ليكم. وحتى بالنسبه للطول راه تينقصوا ليكم طول سير بلاس. شفتوا البنات، ها نتوما شوفوا هذا الموديل هذا كيفاش كيجي، اليدين كيجيو بحال الفراشه. وبالنسبه للثوب ما نهضرش عليه، شوفوا راه طايح، هذا راه كريب. شوفوا
وكيجي كله بالبليات على حتى بالنسبه للناس اللي غلاضه ولا عندهم الكرش. هاد الموديل هذا كيجي بحال هكذا وفي التحت راه كيكون عريض وتو رائع. شوف طايح التوب ديالو. اي موديل وريتكم راه كتلقاو فيه اللوينات كما قلت لكم متوفرين. البنات شوفوا لي هاد الموديل هكذا، هذا راه غير طي صغير. هادو تيخدم على الكتاف، كيكون العرض زعما العبار ديال الكتاف. اما لتحت راه شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، راه كتجي عريضه. راه قلت لكم هادي غير الميديوم، شوفوا هادي راه 2 متر ديال جوج كوبوات ديال الثوب. شوفوا لي ديال كيفاش كيجي. والله الا واري شوف قلت لهم هذا راه جوج كوبوات ديال الثوب اللي داير لكم ولا تبارك الله. اما تي تقرصش لكم على الثوب شتو تبارك الله ما شاء الله. الناس اللي كيبغيو يلبسوا داكشي ديال الحجاب واش ما كيلصقش اللي كتكون شوف وتا الثوب البنات راه ما كيلصقش، راه هذا الثوب اللي ما كيلصقش، يعني راه واخا تلبسوا اي حاجه لتحت منه كيكون هكذا طايح ومطلق. شوفوا الموديل كيفاش كيجي، وراه كله هنا كيجي بالبليات، كيجي من اللور ومن القدام حتى بالنسبه للكتاف كيف ما كتشوفوا. وراه ما شاء الله تف هنايا راه عراضين، ماشي شي حاجه اللي كتجيكم هكذا مزيره شتو. شوفوا القضيه دابا ديال الثوب راه كاين اللي غيقول لك عبايه ولكن راه كتشطر حنا ما كتشطرش في الثوب. هذا راه داكشي اللي قلت لهم حيت ما شاء الله راه وافيه ربي البنات. شوفوا هذه دابا الكبيره قداش بالنسبه شوفوا تبارك الله قداش شوفوا شوفوا راه تي راه ما شاء الله راه مخدومين عن حب كما كنقولوا والله العظيم. شوفوا وحتى راه كنوريكم الخياطه باش كنقرب لكم باش ما تقولوش راه شي حاجه اللي سواقيه، راه الخدمه ديالهم والموديلات راه ديالهم. وراه مدخل لكم واحد الجديد راه لا اله الا الله. غير اللي ما بغيش يلبس هذيك السيوات ولا هاد العبايات صراحه فنين. هادي راه قلت لكم الطي كبيره وباقي ان شاء الله راه كاينين مقاسات وحدين اخرين. وكما شفتوا راه اي حاجه كنوريكم راه فيها اللون ديالها، اي حاجه اي موديل وريتكم راه كتلقاو السيري ديال الوينات ديالو. ودابا راه ما شاء الله لقيت السلعه تباعت وباقي غيجيبوا الجديد هذا الاسبوع ثاني راه داخل ان شاء الله الجديد. المهم اي واحد جا يقول لي جينا من طرف غزاله واكيد غيدير معكم ثمن مناسب البنات. واي واحد خدا من ثلاثه حتى الفوق راه غيدير معكم ثمن جد 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 مناسب. راه هضرت مع الولد راه غادي يحسب لكم اثمنه صراحه ان شاء الله غادي تزعموا عليهم. وكما قلت لكم راه كل مره غتجيو غتلقاو موديل، يعني كل مره جيتوا للسوق ضربوا المحل تشوفوا الجديد اللي كيحط. راه دابا موديل كيخرجوا من بعد كيعاود ثاني يحط لكم موديل اخر جديد. ها انتم شوفوا من بين احسن الموديلات عندهم في المحل واللي مطلوبين بزاف. شوفوا هذا كيجي عصري كيتشدوا هنايا بهذا الخيط هذا، وكيجي من هنايا مستور خاصة الناس اللي كيكون هكذا عندهم الكريشة ولا صدر ولا مثلا الناس اللي تيبغوا شي حاجة مستورة. شوفوا هذا الموديل كيدير واعر ومن اللور راه تيجي طويل على شوفوا بحال لابسين اونسومبل هكذا مع الصاية ديالو واعرين. هادو شوفوا هادو تنقيسهم لكم باش تشوفوا كيفاش كيجيو في اللبسة. راه راه موديل تينسيكم في موديل، كنشوف موديل كنقول هذا اللي زوين، كيبان لي ثاني واحد الموديل اخر كنقول لا هذا عرفتي راه ما يمكنش. والله العظيم خاصكم تجيو البنات وتشوفوا الموديلات ما شاء الله، راه موديل تينسيكم في موديل. شوفوا لي هذا الموديل كيفاش كيجي حتى هو، كيجي هذا كله عمر بالبليات هنايا، وليتين ديالو شوفوا كيفاش كيجيو القطع ديالهم كتجي هكذا مخزانيه وفيهم هاد الشده هنايا بلاستيك. شوفوا الخياطه كيفاش دايره وشوفوا ما شاء الله عراضين هادو. والثوب ما نهضرش لكم تبارك الله البنات. شوفوا هادي غير ميديوم، هانتوما باش ما تقولوا كنكذب عليكم. شوفوا غير ميديوم قداش، اما الكبيره راه غتلقاوها قداش هنايا، يعني راه كما قلت لكم اجيو والله الا كلشي غادي يلبس. وتا صراحة الأثمنة جد مناسبة. شوفوا اللوينات، شوفوا الناس اللي كيبغيو اللوينات هكذا نيود راه متوفرين، كاينين في البيج، كاين في البلو بيترول، الفيولي كيف ما بغيتكم. بالنسبة للنيود راه عندهم واحد لو لارج شوا فيهم. عاد نهضرو على الألوان الصيفية راه ما شاء الله عرفتي في الصيف جاب شي لوينات البنات قسما بالله إلا رائعين. عرفتي تا دابا راه اللوينات اللي جيب فنين. المهم هادو اللي كنت وريتكم البنات في الاولين نوريكم موديل بس شد لي عبد الرحيم. هادو الثمن ديالهم 250. شوفوا كيفاش دايرين
راه بريتكم موديل في الاول هادو راه فيهم حتى هما جميع المقاسات الثمن ديالهم 250 واي واحد خدا من 3 الفوق راه الثمن كيتغير يعني كيكونوا ناقصين في الثمن كذلك بالنسبه لهاد الموديلات اللي وريتكم هنايا الثمن ديالهم 270 درهم لا بالنسبه لهادو ولا بالنسبه للاخرين اللي فيهم البليات هنا في الصدر وكاينين الاخرين اللي كيورينا هذاك اللي فيهم البليات هذا 250 شوف البنات هذا 250 درهم شوف هاد خلاص كاين هادوك الاخرين اللي فيهم دوك السيور في ليدجين هذاك الثمن ديالهم 270 درهم شوفوا لي اللوينات كي دايرين وشوفوا لي الموديل كيفاش داير راه ضادر على راسو بلا ما نهضر عليه انا البنات يعني كنقول لكم الاحسن حيت حنا واخا تنوريكم موديل هكا خاصكم تجيو تقيسوا باش تعرفوا في اللبسه كيفاش كيجي المهم انا راه غنوريكم ان شاء الله بعض الموديلات وانتم جيو قيسوا راه تقيس فابور البنات ها انتم من بين احسن الموديلات عندهم هنا في المحل كاينين هادو اللي فيهم الباندا رضا وكيجي هكذا في اليدين تا هو كيجي عريض شوف هذا تا هو راه مطلوب ما شاء الله وشوفوا البنات بغيت نوريكم واحد القضيه راه كلهم دايرين لهم سورجي شوفوا شو كلهم سورجين كنوريكم لي ديتاي باش تعرفوا علاش كنهضر بالنسبه لهذو تا هما راه قلت لكم فيهم اللوينات شوف ما شاء الله واعر هذا والله الا غزال صافي هانتوما البنات بعد النوض اللي وريتكم شوفوا لي البلو ديالو كيفاش داير شوفوا الموف كاين هاد الخضيضر فين شوفوا لي هاد اللوين كيف لوغونج كيحمقني انا هاد اللون هذا مختلف في اليدين كاين في هاد اللون هذا كاين في اللوينات كاملين اي لون بغيتو راه متوفر هانتوما شوفوا هذا الاورانج حتى هو واعر هذا حتى هو كيجي هكذا في الطوق ديالو سامبل وكيجيو في هذا الموديل هذا بالباندا وفي هذه الصديفات حتى بالنسبه للصديفات الا ما بغيتوش تقدروا تحيدوهم على حسب نتوما كيفاش بغيتو تلبسوهم وبالنسبه للتحت هانتوما راه فيه دوك البليات لتحت وكله راه كيكون لارج من التحت بالنسبه لليدين هانتوما الظهر ديالو كيفاش كيجي فيه ديك القطعه وحتى من اللور كتكونوا فيه البليات واليدين هانتوما كيفاش كيجيو وهذا الموديل هذا كيجي هكذا دو بياس كيجي هنايا التحتاني كيفاش الشكل ديالو حتى بالنسبه للقطعه ديالو راه عريضه كيجي الفوق ديالو حتى هو سامبل هكذا وبالنسبه لهادو فيهم واحد الاختيار زوين غنوريه لكم دابا ان شاء الله دور لهم اللور باش يشوفوا شوفوا من التحت كيفاش كيجي حتى هو راه سامبل ولي تجي حتى هما كيجيو دروا بالنسبه لهادو البنات تقدروا تختاروا هكذا موديل اللي كيكون فيه اللون لون في لون كيف ما تقدروا تنوعوا فيهم يعني تختاروا نتوما اللون اللي بغيتوا راه فقط هو اللي المحل الوحيد اللي كيدير هذه الخاصيه هذه ها نتوما راه كاين هذا باللون فاتح لتحت وكاين العكس ديالو هنايا ها هو يوريكم عبد الرحيم شفتوا كيفاش كيجي حتى بالنسبه لهادو مثلا بغيتوا ديروا الغوز في الغوز راه ممكن ديروه وكيف ما تقدروا تقلبوا شوفوا كيفاش كيجي الموديل صراحه زوين ها نتوما نفس الموديل في الغوز بيبي شوفوا راه اللون كيبين لكم بحال موديل اخر ولكن هو نفس الموديل شوفوا بالنسبه للثوب راه ما شاء الله طايح نفس الثوب باش مخدومين كاع العبايات اللي وريتكم دابا هذا راه حتى هو فيه ليطاي هذا كيبان لي واقيلا كبير ياك هذه كبيره هذه لارج ها نتوما راه لارج هذه وشوفوا كيفاش دايره ما شاء الله ها نتوما شوفوا هذا الموديل كيفاش كيجي ما شاء الله جاك زوين والله خصك تنقصي واحد شويه في الطول هانتوما لي تجين كيفاش كيجيو راه طوالين بصحة وراحة شوفو هاد لونسومبل كيجي بالسروال تا هاد راه كيجي طويل شتو تا هو بنفس التوب و السروال ديالو راه هو كيجي لارج شوفو هادي راه غير لارج وقداش راه باقي فيهم لي طاي الاخرين وفيهم حتى المقاسات الصغيره حتى هما متوفرين بالنسبه للموديل الصغير حتى هو كيجي في الفوق بحال الاولاني اللي وريتكم كتجي هكذا بالصيفات في اليدين وهنا حتى هو بالصيفات وهنا كيجي بالصايه شوفوا السياره حتى هي لا شوف قداش زوينين ها نتوما بالنسبه للناس اللي كيبغيو الموديل ديال العبايه الفوق بيضه بالنسبه لهذا التحت تختاروا نتوما اللون اللي بغيتوا راه حتى بالنسبه للموديل اللي كنت وريتكم نتوما كتختاروا التحت ديالها كيف ما بغيتوا وهادو راه قلت لكم تقدروا تلبسوهم بحال كيمونو مع الحوايج العصري لتحت وكتلبسوا فوق منهم هذا كيجي زوين صراحه في اللبسه شوفوا البيض واعر هذا البيض فراسك جا انيق بيض زوين والله الا انا
شوفوا هذا الموديل البنات كيجي مخزاني حتى وراه دو بيس. الناس اللي ما تيبغيو شي حاجه من لاصقه في اليدين شوفوا الموديل كيفاش كيجي. شفتوا هذا غادي نقيسو لكم باش تشوفوا حتى هو كيفاش كيجي فنين هاد الموديلات. ها انتما البنات شوفوا هاد الموديلات في العبايات اللي في النوار كيجيو هكذا واعرين حتى هما سامبل فيهم غير هاد الرشيمه هنا. هنا راه كاينين فيهم موديلات وحدين اخرين غير انا حاولت صورت لكم هادو. كيجيو من تحت سامبل كيتحلوا هنا بالطريريقات. بالنسبه لليدين ديالهم سامبل حتى هما شفتوا. وكاين هاد الموديل هذا حتى هو نفس الموديل غير الرشيمه هنا كتختلف. شوفوا كيفاش كيبانوا راكم عارفين الكحل في التصوير كيكون شويه ناقص. اليدين كيجيو بحال هكذا واعرين هادو واعرين 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 خاصه بحال هكذا خفافين الصخره. ان شاء الله راه غادي يجيب وحدين اخرين سامبل. الناس اللي كيبغيوهم سامبل راه غادي يدخلوهم. اللي كيبغي تسخر بحال هكذا ولا شي حاجه خفيفه دغيا كتلبسيها هادو كيجيو بالطريقات وكيجيو صراحه زوينين. شوفوا هنا نوريكم هادو تقدروا تلبسوهم بحال هكذا كيفما قلت لكم. بالنسبه لتحت راه ممكن انكم تبدلوا اللون اللي بغيتوا وهادو ما شاء الله راه فيهم اختيارات. بالنسبه حتى للوينات راه كاينين ما شاء الله الوينات فنيين راه اللون تيسيكم فلو كاين. هادو اللي كيجيو بحال هكذا سامبل بحال الفراشات حتى هما راه قلت لكم حتى هما كيجيو لتحت تاعهم. هذا ما يقدرش يبدلوا اللون تاعو ولا حتى هو تيتبدل ماشي مشكل. ها انتما البنات قال لكم حتى هذا كتقدروا انكم تبدلوا ليه اللون. صراحه زوينه هاد الفكره هادي. راه داك التحتاني البنات كتقدروا تبدلوا اللون اللي بغيتو. الوينات ها انتما شوفوا في هاد البلو تا هو كيفاش كيبان. كاين البلو كاين الكرونا كاين داك الخضر الربيعي هادو واعرين البنات صراحه. جبت لكم دابا موديلات باش تشوفوهم كيفاش دايرين في اللبسه وانتم قولوا لي كيفاش جاوكم وقولوا لي كذلك حتى شنو هو الموديل اللي عجبكم بزاف. غنحط لكم ارقام وانتم قولوا لي شنو هو الموديل اللي عجبكم بزاف باش نشوفوا حتى انتم شنو كيعجبكم وشنو حتى انتم تقربونا من الموديلات اللي زوينين باش تما يبداو فيهم ان شاء الله ويدخلوا ثاني الجاي. ها انتم شوفوا لي الموديل دابا كيفاش كيجي مع التنسيقه ديال الفولار ديالو. شوفوا كل فولار درنا معاه عبايه غير تقريبيين حيت ما شاء الله الفولارات دابا طاروا عنده. غدا ان شاء الله اولا نهار الثلاث غادي تحط السلعه في الفولارات. غادي يحط الجديد سيلان والفولار تاع على حسب كل واحد شنو كيدير. شوفوا هاد البيج كيفاش كيبان واعرين هادو كاين هادو وكاين في هاد الفيغ هذا. المهم غنلبس لكم دابا باش تشوفوا كيفاش كيجيو. اول موديل غنوريكم دابا شوفوا كيفاش كيجي. هانتوما حتى بالنسبه للغلط راه ما تيبانش البنات شتو فنين هادو. حتى بالنسبه الا بغيتو تلبسوهم هكذا تلبسوهم سينو تقدروا ديروا معاهم الفولار ديالهم. بالنسبه للفولارات راه ماشي داخلين مع هادو نتوما كتختاروهم كتختاروهم زعما سيباري. غنوريكم مع الفولار كيفاش كتجي. هنا حاولت ننوع لكم في اللوينات وكذلك حتى في الموديلات باش تاخذوا فكره عليهم. ما شاء الله راه ما قدرش يعني نقيس لكم كاع الموديلات اللي كاينين. المهم حتى نتوما نبغي انكم تقولوا لي شنو الموديل اللي جاني احسن اكثر. قولوا لي اللون كذلك حتى الموديل خليوه لي في التعليق. نتمنى انكم تشاركوا معايا الاراء ديالكم وتقولوا لي كذلك كيفاش جاكم هاد الموديلات هادو واشنو العبايات اللي بغيتوا يوفروا لكم. يعني هما راه الاشاره ديالكم اي حاجه بغيتوا طلبوها راه تيوفرها لكم ان شاء الله. للامانه البنات كل العبايات اللي قيست رائعين في اللبسه البنات ومريحين في اللبسه. عتي راه كنت مرتاحه وانا كنصور لكم. زعما ما تنخافش هكذا شي بلاصه تبان ولا هذا. صراحه الطريقه باش تخدموا وكذلك الفصاله ديالهم كانت رائعه. وهنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للناس محجبات ممكن انكم تسدوا لهم اليدين هنا شويه. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للستر وكذلك حتى بالنسبه للظهر تيكون زعما المقاس هو هذاك. خاصه الناس اللي كيكونوا غلط ولا عندهم زياده في الوزن بحالي يعني راه كتلبسوهم بكل اريحيه. بالفاوف حيت كانوا الناس هنايا دابا غنهضر معكم هكذا ونشرح لكم في الفيديو. شوفوا لي هذا الموديل كيفاش داير صراحه كيجي رائع. عرفتوني انا غليظه البنات وهانتوما راه ما كتبان لا كرش لا صدر لا حتى شي حاجه. زعما الصراحه ما مزيرين ما فيها شي حاجه. عطاني المقاس ديالي
ها انتما شوفوا بالنسبه للطول راه انا ما شاء الله جاني في الطول هو هذا ها هو في نفس العبار ديالي. شوفوا لي الموديل ديالي الجين كيفاش كيجي كيجي بحال هكذا وكتعقدوا لهم هادو. شوفوا الموديل كيفاش كيجي صراحه انيق ورائع. بالنسبه للناس اللي ما كيديروش فولار حتى هما ممكن انهم يلبسوهم هكذا بحال الكسيوات. وبالنسبه للمحجبات غادي نوريكم بالفولار اولا بالشرق كيفاش كيجيو الشبلات. دابا غادي نجربهم لكم بالفولار باش تشوفوا كيفاش كيجيو. هذا فولار ياك شوفوا البنات نوعيه الفولارات ديالهم راهم كبارين. هذا راه ناقصنا على جوج هذا راه داير تقريبا واحد جوج فولارات. هانشوفو نشدو انا هكذا كيفاش كيجيو. بالنسبه للفولارات عنده واحد الشوا كبير فيهم وكيف ما قلت لكم دابا غير السلعه تقادات لي ان شاء الله راه هذا الاسبوع تقريبا قال لي الثلاث نهار الثلاث غادي تكون داخله السلعه ديال الفولارات. بالنسبه للفولارات البنات ماشي الفولارات اللي كيطيحوا حرشين هادو شوفوا راه قلت لهم كاين حتى الشيلان. شوفوا لي حتى هذا الموديل هذا كيفاش كيجي كيجيو فيه دوك البليات من التحت. انا خديت هذا في اللون الزرق ديالو رائع البنات كنت معروضه البارح ولبستو صراحه كلشي حماق عليه. بالنسبه للثوب كيف ما قلت لكم بلا ما نهضر لكم عليه بالنسبه للموديل كما كتشوفوا هذا الموديل دابا راه فيه لوينات اخرين يعني على حسب نتوما اللون اللي بغيتو. كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي فيه دوك الصديفات والبليات من التحت كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهذا حتى هو كيجي هكذا بالسنسله حتى لتحت كيف ما كتشوفوا كاينين اللي مسدودين وكاينين اللي كيكون فيهم هكذا سنسله كتهبط حتى لتحت. بالنسبه للمقاسات انا هادو كاملين اللي قيسه البنات سمعوا لي عفاكم راه غير اكس ال انا راه كنلبس 3 اكس ال. هادو اللي لبست دابا راه كلهم قسما بالله اكس ال يعني راه باقي عنده مقاسات كبيره وكيف ما قلت لكم راهم لباسين يعني لاطاي كتكون عريضه. بالنسبه لهادو اللي كنت شاركت معكم في الاول الفيديو اللي كيجيو دو بيس هادو كنظن ما عقلتش الثمن ديالهم بالضبط كنظن 300 درهم. المهم انا غادي نخلي لكم هنا المعلومات في صندوق الوصف ان شاء الله اللي بغيت توصل معاهم اولا شي حاجه. كذلك راني صورت لكم لاكارت فيزيت ديالهم وغادي نخلي لكم حتى الانستغرام ديالهم باش دائما تبقاو تشوفوا الجديد اللي كيحطوا. هادو داك التحتاني الخضر تقدروا تختاروا اي لون بغيتوا فيهم. ندوز دابا لهذا الموديل هذا اللي حتى هو صراحه مريح جدا 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 في البيسات ديالو وفيه لوينات رائعين البنات. غير انا لو صورت لكم بهذا اللون البيج حيت باش زعما نقرب لكم اللوينات اللي كاينين. بالنسبه للاثمنه كيف ما قلت لكم نعاود نقولها لكم كيبداو من 170 درهم اغلى حاجه كتكون ب 300 درهم. شوفوا البنات بالنسبه للعبيط راكم كتعرفوا الاثمنه ديالهم ما شاء الله راهم طالعين الاثمنه في السوق وما كتلقاوهمش بهاد لافينيسو هادي. راكم غادي تشوفوا غادي تجوا المحل وغادي تشوفوا الخياطه كيفاش دايره وكذلك حتى لافينيسو كيفاش كتكون. بالنسبه لهادو حتى هما دو بيس هادو كيجيو مخزانيين فوقانيين كيف ما كتشوفوا وتا هما بالنسبه للتحت ممكن تبدلوا اللون اللي بغيتو. بالنسبه للشال راه كنت كتبت لكم في الاول الفيديو باللي راه لي شال داير لهم 100 درهم وكذلك الفولارات داير لهم 120 درهم. هنا كيف ما كتشوفوا هذا الموديل هذا حتى هو رائع البنات راه صورتو لكم في الاول الفيديو كيجي بالصايه ديالو. هذا خاصه الناس اللي ما تيبغيوش هكذا كسيوات هذا موديل كيجي حتى هو مريح. وكاين كذلك فيه حتى هذا اللي كيجي بالسروال. بالنسبه لهذه اللي لابسه انا غير الال ولكن انا راه جاتني مزيره غير غطيتها هكذا بالشال باش يبان لكم اولا باش نصور لكم الموديل في هذا اللون هذا. اما راه فيه مقاسات اخرين غير انا تعمدت نصور لكم بهذا اللون هذا حيت ما زعما ما صورتوش لكم في الفيديو باش هكذا تاخذوا فكره عليه وصافي. كما كتشوفوا راه لبسات مريحين مريحين. كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي من بين احسن الموديلات اللي حمقوني رائع البنات ومريح في اللبسه ديالو. هذا كيجي سامبل كيف ما كتشوفوا ولكن في اليدين ديالو كيجيو بحال هكذا بومبي. وكاين هذاك لاستيك هكذا في الشده ديال اليد. شوفوا راني تندور لكم باش تشوفوا بلي راه ما تيلصقش نهائيا الثوب. زعما راه مريح في اللبسه وماشي داك الثوب اللي كيلصق. بالنسبه للفولارات شوفوا ما شاء الله
كلهم كيتواتوا. قولي لي كي جاني الفولار. المهم يا ربي تهدينا حتى انا ندير ان شاء الله الزيف، ولكن قلت زعما ان شاء الله الا بغيت نديرو نديرو زعما على قناعه، وكذلك نديرو انا زعما نديرو على حق وطريق، ماشي نخرج صغيبه من هنا صغيبه من هنا، مع احتراماتي لكاع البنات اللي كيخرجوا الصغيبات، ولكن انا هكذا نهار نبغي ان شاء الله ندير الفولار خاصني نديرو على حق وطريقه، ماشي غير نديرو حيت غنغطي شعري وصافي. المهم نرجعوا للفيديو. انا كيف ما كتشوفوا هذا الموديل هذا حتى هو رائع، انا راه ما سديتوش حيت باقي هذيك الثقيبه ديال الصيفات باقا جديده. هذا حتى هو رائع في اللبسه، كانت واحد السيده حتى هي كانت جات لابساه حمقتني اللبسه ديالها به. وصلنا لاخر موديل اللي هو هذا، حتى هو هذا اللون الزرق، حتى خاصكم تشوفوا مباشره راه احسن احسن من التصوير. حبيباتي ما تنساوش خليو لي في لي كومونتير الاراء ديالكم كيف جاوني هاد العبايات هادو، وقولوا لي اللون اللي جا معايا وكذلك الموديل. نتمنى انكم تعاونوني في الاختيار. نتمنى كذلك هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهدة، وما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد اللي كنحط لكم، وكذلك ما تنساوش تخليو لي في التعليق شنو المحلات اللي بغيتوني نزور لكم هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. يلا الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد.